أبرزت مملكة البحرين تراثها الثقافي والفنون التقليدية في معرض السياحة المقام في برلين، كما تم خلال المعرض التوقيع على عقود تعاون بين البحرين والعديد من الدول المشاركة. أبرز جناح مملكة البحرين في معرض السياحة في برلين ITB التراث الثقافي والفنون التقليدية، حيث أتيح للزوار فرصة اكتشاف صناعات تقليدية رائعة، كما تعرفوا على جمال الخط العربي. أعتقد أن الخط العربي في البحرين جميل حقاً، ومشاهدة الخطاطة جعلتني أشعر بالراحة. اخترت أنا خط اسمي زوجتي نايرة وابنتي نورين، إنه فعلاً خط جميل. لدينا تواصل مع شركات بحرينية خلال هذا المعرض، ويبدو أنهم ناشطون ويبدون راغبين ليكونوا فعالين في القطاع السياحي. تألق جناح البحرين بالشركات البحرينية المحلية المتخصصة في مجال السياحة والثقافة والمعارض ذات الصلة، وأثبت حضورهم أهمية السياحة للداخل القومي البحريني. طبعا مشاركتنا احنا كفندق الخليج وفنادق الخليج اللي بالبحرين وبدبي وبزنجبار، يسعدنا ان احنا هاي الفرصه اننا نتعرف على جميع المشاركين في المعرض. طبعا احنا بنوقع بعض الاتفاقيات اللي هي على اساس استقطاب الزوار للبحرين. ببرلين ريبريزنتنج الادرس هوتيلز وفيدا هوتيل في البحرين، الاوتيلات بمراسي ايلاند اللي هي جزيره جديده جوا البحرين، ديستنيشن وذين ذا ديستنيشن، جايين ببرلين تو ريبريزنت ذا ديستنيشن، واول شيء اكيد البحرين. برلين ITB از ا فيري امبورتنت بلاتفورم للاوتيلات عشان تو ريبريزنت المملكه، وبنشتغل مع وزاره السياحه. It's been a very good last three days. لقد كانت الأيام الثلاثة جيدة للغاية، وكانت فرصة لحضور معرض ITB في برلين لنقدم شركتنا البحرينية، وقد قمنا هذا العام بتوقيع بعض العقود الفريدة للتعاون بين البحرين والسعودية. تسهم مشاركة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومشاركة الفعاليات المختلفة، ومنها سفارة المملكة في برلين، في تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات مع الزوار الدوليين والشركات ذات الاهتمام المشترك. في ختام معرض ITB برلين، كان هناك الكثير من المحادثات بين القائمين على جناح مملكة البحرين والزوار. إلى اللقاء في العام القادم. سارية مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.